بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دائما في ظل تعليمات وإرشادات قيادتنا الرشيدة دائما هناك مبادرات حتى في أثناء الأزمات. الأزمات دائما تولد لدينا مبادرات فعالة ومبادرات إيجابية، ونحن كلجنة دائما لشؤون العمال في إمارة دبي دائما عندنا مبادرات ومستمرين في هذه المبادرات، خاصة في جائحة كورونا كوفيد-19. فبالتالي اليوم الحمد لله ولله الحمد عندنا مبادرة جدا مميزة أيضا بالنسبة لإخواننا العمال، خاصة الفحص المجاني اللي دائما نحن نحاول أن نستمد طاقاتهم أو طاقاتنا ونجتمع مع بعض على أساس نوصل رسالة لهؤلاء العمال أن نحن دائما معاهم، لأن قياداتنا دائما يحثون بأن كل إنسان موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في إمارة دبي دائما نحن معاهم قلبا وقالبا. وبالتالي اليوم عندنا فحص للعمال مجاني لعدة شركات، وخاصة هذه الشركة المميزة اللي دائما متعاونة مع اللجنة ومع دائما مع الشركاء الاستراتيجيين، وأن لا ننسى هيئة الصحة في دبي اللي دائما يقدمون الدعم وكانوا فعلا الخط الدفاعي الأول في جائحة كورونا، وقدموا دائما الغالي والنفيس في سبيل حماية ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة. فبالتالي نحن اليوم معهم قلبا وقالبا مثل ما قلت، وداعمين رئيسيين أيضا لإخواننا العمال أينما كانوا وأينما وجدوا.